السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم. النهارده بقى هنستكمل بقى المحاضره، الجزء الثاني، محاضره كان 13، وبرضه ايه بقى بنحاول نحل مع بعض. ايه كان في تمارين هنستكملها في حلها بقى، حل التمارين على الخواف الامامي والخلفي. وطبعا قلنا طبعا الموضوع دوت مهم جدا يا شباب، اللي احنا نعرف ازاي نحل عليه. طبعا كل الازمنه بقى، سواء المفتوح او المغلق، والمفتوح بنوعيه بقى المواصل وغير المواصل، فلازم نفهم اللي هو ايه بقى الفورورد والباك ازمس. فطبعا احنا كنا وقفنا عند المثال الاولاني بعد ما حليناه، وده الحل بتاعه يا شباب اهوت. ادي الفورورد كان 50 اللي هو في السايد او الحواف اي بي اللي طلع اي بي، وادي الباك بتاعه 230، وادي الفورورد بتاع البي سي 110، وادي الباك بتاع اللي احنا كنا عايزين نحسبه طلع كام معانا 290. وتعالى بقى ايه التمرين التاني. انا طبعا يعني شايفه طبعا تمرين بسيط، فانت ممكن بقى حضراتكم بقى تحلوه وتحاول طبعا ايه تطبق على الفورورد والباك ازمس، الحواف الامامي والحواف الخلفي. وطبعا ده معاك يا شباب هنا برضه مديك بقى الانصر اهيت بقى. طبعا ده اللي ايه الاجابه بتاعت السؤال نفسه. فهو كان عاوز يديك مين الحواف الضلعي دي اي، يعني ده امامي، وده طبعا ده هيبقى ده برضه امامي معاك، على اساس لما تجيب الزاويه طبعا دي هيبقى معاك هنا بقى الخلفي، فانت هتضطر تجيب الخلفي. واحنا عاوزين مين الامامي دوت، وفي الاخر بقى طلعت مين الخلفي بتاعه. فانت هتجيب هتشتغل مرة امامي ومرة خلفي، فدوت طبعا دوت فورورد، ده برضه فورورد اللي هو الاي اف. احنا بقى عاوزين مما ده باك، طبعا ده ايه يا شباب الباك اللي احنا عاوزين نجيبه. طبعا ده يعني يعتبر ضلعين بس يعني، فانت ممكن تحلهم. فحاول تحل في الحل يعني، وتفكر فيه، وادي الاجابة معاك هي كام. هنا طلعت الإجابة معاك هي اللي هو كام ده، 330 درجة و25 دقيقة و15 ثانية. تعالى بقى نخش في التمرين التالت بقى، رقم ثلاثة بقى، ونحل مع بعض. فهنا برضه كان مديك هنا الأزمنة هون الحواف بتاع مين بقى الضلع كي ال، يعني ده انحراف أمامي، ده انحراف أمامي شباب، ده فورورد. اللي هنا الأزمنة بتاعه كام؟ 40 درجة و25 إيه دقيقة. وبالتالي برضه هيبقى ايه بقى، احنا ماشيين طبعا من الايه للحواف الحاد الام اي، فاحنا كده فورورد، ده كده فورورد امامي، ده برضه هيبقى فورورد امامي. وبعد كده طبعا انت بقى هتضطر تجيب مين، ايوه الباك بقى اللي احنا عاوزين نحسبه اللي هو الايه للسايد ان ام، يبقى ده اللي عاوزين نحسبه اللي هو الباك بتاعه. طبعا هي معاك الانصر برضه هي تطلع 215 درجه و55 دقيقه. تعال نحل احنا مع بعض بقى. اول حاجه كان عندي مين بقى المعطى، عندي مديني الازمز كي ال اللي هو 40 درجه و25 ايه دقيقه، يبقى ده مين يا شباب ايه فورورد. طب انا اجي بقى عندي الانجل اللي هي ال دي الزاويه ال، هعمل ايه؟ عباره عن اتنين، عندي عباره عن ايه فرق بين اتنين بين انحرافين. تعالى بقى نرسم من هنا كده توازي للمحور الشمال عند مين، عند الزاوية ال، ادي ال ان اهو. فلاحظ معايا يطلع لي معايا يا شباب بين انحرافين، فدايما الزاوية محصورة بين انحرافين. الزاوية يا شباب مالها بقى؟ محصورة بين انحرافين. ادي الانحراف الاول اللي هو الازمز مين اللي كي، اللي هو قلنا بقى بنيجي عند الزاوية، يبقى لازم طبعا ايه اتجاه الاضلع خارجة من الزاوية، ادي ايه هتبقى ال كي وال مين ام، دي اول حاجة شايفها هنا في الزاوية، اللي هو ده الزاوية محصورة بين ضلعين ولازم يكون خارجين من رأس الزاوية. فيبقى عندي مين بقى الازمز مين الزاوية دي بقى ايه المحصورة بين الاتنين ازمس بين انحرافين. الانحراف الاولاني اللي هو من عند الشمال، طب تعالوا نمسح ده كده عشان نوضحها اهو، ادي اتجاه الشمال يا شباب،
هاجي من عند اتجاه الشمال وامشي يمين، تمام، مع قرب الساعة. يبقى ده الأزز مين؟ أول أزز معايا، أول انحراف ال كي. طب الانحراف التاني، الأزز التاني بتاع مين؟ ال ام. أجي برضه من عند الشمال وأرسم وأمشي إيه مع قرب الساعة. فأصبحت الزاوية دي فعلا محصورة من 2 أزمز ال كي. وهو مين بقى ال كي هنا؟ أيوه ده مين بقى؟ ده الباك بتاع مين؟ بتاع كي ال. فعشان يا شباب إيه، إحنا خدنا في أول محاضرة ازاي ليه يكون عندنا فورورد اجيب الباك بتاعه. يبقى كده عندي باك ومين بقى وفورورد. اهي شايف يبقى عندي الانجل هي ال محصوره ب 200 ازمس، ال كي ده الباك بتاع مين؟ بتاع كي ال. ده الباك ناقص مين؟ الازمس ال ام ده الفورورد. طب انا عاوز مين؟ عاوز مين اللي بعده بقى؟ تعالى بقى عند الزاويه ال هنا، انا هحسب مين؟ الازمس بتاع ال ام. طب ده بالنسبة لي بقى الأزمز اللي كيه؟ ده اللاحق. يبقى ده شاب مين اللاحق؟ ده اللاحق. والأزمز الثاني اللي هو مين؟ سابق. يبقى محب بقى أجيب الأزمز اللاحق، الانحراف اللاحق هيساوي الانحراف السابق، تمام؟ زائد أو ناقص مين؟ الزاوية اللي بينهم. زائد او ناقص الزاويه اللي بينهم. فهنا الزاويه طلعت معانا يا شباب كام؟ او الجانب اللي بقى الحرف انا عاوزه اللي هو ال ام هيساوي المعلوم، بس طبعا ده باك، ده ايه بقى؟ ايه انحراف خلفي ناقص الزاويه المعلومه اهي. طب قلنا بقى الانحراف الخلفي، دي زاويه كام بقى؟ ده زاويه 40 درجه و25 دقيقه، يعني اقل من كام؟ 180. هنزودها هنكبرها، يبقى هضيف معاها كام؟ 180 زي ما قلنا في المحاضره السابقه. يبقى هات معايا 180 وانا هطرح مين؟ زاوية ال. تطلع معايا يا شباب مين بقى؟ الانحراف بتاع مين؟ ايوه اللي الضلع مين بقى؟ ده هو ال ام. اجد نفس الطبيعية برضه عند الزاوية ام، هلاقي برضه محصورة بين انحرافين، تمام؟ تعالوا نجيب لون مختلف، ادي برضه هرسم اتجاه الشمال اهو، هلاقي برضه محصورة بين انحرافين. between two azimuths. ادي اول انحراف مين؟ ايوه ام ان، ام ال سوري. والانحراف الثاني ام ان، بس خد بالك بقى الزاويه ان هي بقى المحصوره بقى بين الانحرافين هي منعكسه، مش ال 100 مش ال 125 درجه و40 دقيقه، ده منعكسه. هضطر اطرحها من كام؟ ايوه حد يقول لي بقى ايه؟ هطرح الزاويه ديت من 360 درجه، تمام يا شباب كده، الله ينور عليكم، تمام. يبقى هطرح دي كمان يا شباب من الزاويه ديت من 360 درجه، دي الزاويه اللي انا عاوزها. هي دي بالفعل مين؟ المحصوره بالمين يا شباب؟ بين انحرافين. يبقى دي ناقص كام؟ 125 درجه، وال 40 مين يا شباب؟ وال 40 دقيقه. يبقى تعالى بقى نجيب مين بقى؟ زاوية زاوية الام هيساوي لنا بقى انحرافين، او الفرق بين انحرافين الام ال والام ان. قلنا بقى الام ان ده مين؟ ده اللاحق. هيساوي مين بقى؟ ده اللاحق. عايزين الام ان، الام ان هيساوي واحد الناحية التانية وده يجي مكان ده، فهيجي بقى ايه؟ اللاحق، ده اللاحق بقى هيساوي السابق ناقص مين؟ الزاوية دي، زاوية ام. فقلنا بقى تبقى اللاحق هنا او السابق، السابق هنا وقع مين بقى؟ ده الباكورد السابق اهو، ده مين بقى؟ هيبقى الام ال، ده الباكورد، ده الانحراف مين؟ الخلفي بتاع مين؟ ال ام. لسه جايب المشوية، الانحراف الامامي بتاعه ده 90 درجة و10 ايه؟ و10 دقايق. ده حد يقول ده اقل من 180، يبقى هزوده هجمع عليه 180. ده اول حاجه ايه. وهنا بقى الزاويه الثانيه كام؟ ده عاوزين نجيب المنعكسه، فاطرحها من مين يا شباب؟ من 100 من 360 درجه. خد بالك من النقطه دي بقى، ان مش هاخد الزاويه دي مباشره، لا ده انا هطرحها من 360. بعد بقى ما تجمع التجميع بتاعتك يطلع لك بقى الانحراف المطلوب،
هنا كام؟ طبعا ده تاكل الحرف هنا كام اصلا؟ اللي هو الفورورد ام ان، ده الفورورد ام ان، انا عاوز الباك بتاعه. يبقى طلع انحراف الفورورد كام؟ 35 درجه و50 دقيقه. طب الباك بتاعه بقى، ايوه ده الباك. طبعا هو ده اقل من مين؟ من 180 درجه، هزوده يعني هضيف عليه كام؟ هجمع عليه يعني احط زائد 180، طالع كام في النهايه يا شباب؟ 215 درجة و50 دقيقة. وهو ده كان موجود بقى فين الأنصر في بداية السؤال أهو يا شباب. تعالوا بقى إيه نحل السؤال. طبعا أنت ممكن بقى إيه زي ما قلنا في كل مسألة أنت ممكن تعمل عليها تشيك بقى بالراجع بقى. يعني إيه تشيك بالراجع؟ بقى أصبح عندك بقى انحراف. تعالوا بقى إيه أنت ترجع تعملها تشيك إزاي؟ بقى أصبح عندك انحراف إن إم معلوم. ان ام معلوم، فانت تشتغل بقى بالعكس، فده معلوم اهو اللي هو ده. المفروض بقى انت تمشي برضه بقى فورورد وبعدين فورورد فورورد، وبعد كده تجيب بقى باك 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 لحتى ما توصل في النهايه ان الحواف فعلا بتاع الكي ال اللي هو يبقى الباك بتاع مين بتاع الفورورد ده طالع كام، نفس الزاويه دي، اطلع نفس الزاويه اللي معطاه لك في راس المساله، يبقى انت اجابتك كده مظبوطه وصح. يبقى انت كده بتقفل الترافيرس المفتوح دوت، او الترافيرس فعلا مفتوح ماله بقى ايه صحيح كده بتاع ايه بتاكد عليه. يبقى انت ممكن بقى تعمل تشيك وتحل المساله بس بالراجع بقى. تعالى بقى نخش على التمرين اللي بعد منه بقى، كان كام؟ كان تمرين 4. فكان عندي هنا بقى الازمز بتاعنا كام بقى بتاع الضلع والصيد ايه بي بتقول كام؟ 40 درجة. عاوز مين بقى احسب الازمز بتاع الضلع دي سي، احسب انحراف الضلع مين؟ دي سي. يعني انت عندك انحراف للضلع مين؟ خد بالك بقى انا في التمرين ده بقى افترضت عندك ان الشمال مش عدل بقى، ده اتجاه الشمال في الموقع عندك ده بيميل اهو. طيب الازمز بتقول لك كام بقى؟ اي بي، ادي اي بي يعني كل الازمز ده اهو، ده الحرارة بتاعك كام؟ 240 درجة يا شباب، 240 درجة. يعني دوت ماله بقى؟ اه ده حد يقول ده مين بقى؟ ده دوت فورورد، ده يا شباب أمامي، ده كده يا شباب انحراف أمامي، وبالتالي بقى تمشي كده بيقول ده انحراف أمامي، يبقى السي دي برضه انحراف أمامي. انت عاوز مين؟ اكيد عاوز الحواف الايه الخلفي. عاوز مين بقى الحواف بتاع الدي سي؟ يبقى انت عاوز الباك. يبقى عشان كده يا شباب نركز ونفهم قوي، الباك اللي هو الحواف الخلفي بتاع من معلومة مين؟ الفورورد. فانا همشي كده برضه باك، وهمشي كده برضه باك. وزودنا بقى بنيجي عند كل زاوية، طبعا الزاويه محصوره من مين بقى؟ ايوه بين انحرافين، بين شطين وميه، بين يا شباب انحرافين احدهما ممكن يكون الاثنين فورورد او الاثنين او واحد باك وواحد فورورد. طب تعالى بقى انت في المطلوب هنا ايه بقى؟ انت طبعا هتيجي عند الانجل بي دي، برضه قلنا عند الانجل بي هاخد منها شعاعين، يبقى ادي السايد او الضلع بي ايه وطلع مين؟ بي سي. تيجي بقى هتقف عند مين؟ عند الايه الزاويه ديت بي، هنرسم موازي بقى، ده مش ده موازي بقى، هنا بقى الشمال هنا مختلف شويه اهو. تعالوا بقى نجيب اللون بتاع الابيض برضو عشان يبقى كلهم زي بعض، هاجي هنا هرسم موازي لمين؟ الشمال اهو، وهنا برضو موازي للشمال اللي هو موجود عندنا في الموقع الطبيعي. انت طبعا شيكت عليه وعرفت اتجاه الشمال بتاعك فين في الموقع، فمش لازم بقى يكون بقى ايه فيرتيكال رأسي عدل، لا هو جاي بميل. طب تعالى بقى لو انت بقى الزاويه بي دي بقى، اه حد يقول لي محصوره بين ايه بقى؟ بين انحرافين، بين جبلين، بين شطين وميه. تعالى هنا فين بقى؟ ايوه هجمع عندي الشمال اهو وهمشي مع قارب الساعه، يبقى اول ازمه مين؟ البي سي. طب الحواف الثاني؟ ايوه البي اي.
يعني انت عاوز تجيب مين بقى؟ تجيب الباك. الله عليك، هنجيب الباك بتاع مين؟ بتاع اي بي. وخد بالك برضه الزاويه برضه ديت مش هي ال 110، ده مطروحه من كام؟ 360. تعالوا بقى ايه نطبق الكلام ده. ادي قلنا الزاويه بي محصوره بين ايه بقى؟ بين انحرافين، انحراف الازمنت بي سي وانحراف مين؟ بي اي. انا عاوز مين بقى؟ ايوه ده المعلوم، ده اللي عاوز اجيبه. يبقى اذا ده مين بقى؟ ده اللاحق، يبقى بي سي ده اللاحق. هيساوي مين هنا بقى في الحاله دي بقى؟ ايوه هيساوي السابق زائد الزاويه. احنا قلنا مره تبقى ممكن تبقى زائد وناقص الزاويه. طيب يبقى هنا بقى الازمس بقى اللي انا عاوزه بتاع مين؟ انحراف بي سي هيساوي الازمس المعلوم. بس خد بالك ده بقى مين بقى؟ ده الباكورد. ده مين؟ ده الخلفي بتاع المعلوم. كان المعلوم كان اي بي زائد الزاويه المعلومه عندك، بس هطرحها من 360. فطيب العن الحواف كان كام؟ المطلوب مدوني 240. ده حد بيقول لي ده امامي، ده اكبر 180، يعني هنقصه هقلله. نطرح 180 منه اهو يا شباب، يبقى طرحت منها كام؟ 180. طب الزاويه الثانيه بقى، ده مش دي اللي مطلوبه، ده انا عاوز المنعكسه اللي هي الزاويه دي. يبقى دي يا شباب دي زاويه منعكسه، اطرحها من كام؟ ايوه من 360 درجه. يبقى هقول بقى ال 110 هطرح منها كام؟ هطرح من 360 يا شباب. يقول بقى 360 ناقص ال 110، يعني اوعى تاخد ال 110. عشان كده يا شباب بقول لك انت اشتغل بالزاويه، هات الزاويه هتلاقي محصوره بين انحرافين، بين جبلين، بين شطين وميه، ما تنساش المعلومه دي. وانت لما تجيب الانحرافين هتعرف بالظبط الزاويه ان هي المحصوره بينهم. هتلاقي المنعكسه ولا الزاويه الحقيقيه اللي مديها لك؟ لو منعكسه يطلع 360 عشان ما تلوش نفسه. طب بعد كده يطلع لي بقى الازمنت بقى بي سي اللي هو مين؟ اللاحق. هيطلع لي كام يا شباب؟ 330 درجه. طب تعالى بقى عند ايه؟ النقطه سي او الزاويه سي. برضه هتلاقي برضه هنا محصوره بين مين؟ برضه بين انحرافين. تعالوا بقى نجيب لون مختلف اهو. الازمنت مين؟ السي دي. تمام. ناقص مين بقى؟ ناقص ايه؟ السي بي. طب ده كان جبنا له مين؟ الانحراف الامامي. هجيب الباك بتاعه هشوفه بقى هو طلع كام؟ مطروح من 180 ولا زيرو عليه 180؟ وكان طلع معايا كام يا شباب؟ تعال نقول هنا ادي الازمز بتاع السي عباره عن طبعا ايه؟ فرق بين انحرافين، قصدي زاويه سي عباره عن الانحراف سي دي ناقص انحراف سي بي. يبقى انا عاوز بقى اللي هو مين؟ ايه اللاحق؟ ده اللاحق اهو هيساوي السابق زائد الزاويه اللي ايه اللي بينهم. طب ده قلنا ده بقى ده هيبقى الباك بتاع مين؟ ده الباك بتاع مين يا شباب؟ بتاع الفورورد. طب هنا كان اكبر 180 فهنقصه، هطرح منه كام بقى؟ 180. يبقى 310 ناقص 180. طب الزاويه بقى دي المحصوره هي اللي موجوده عندي؟ هي اللي موجوده عندي اهي. يعني ال 125 مش هجيب المنعكسه اللي فوق دي، مش هجيب دي يا شباب، دي لا مش معانا. عشان كده بقول لك لو سمحت اشتغل. ليه بقى؟ لان ممكن ما كانش مديك ايه الزوايا في اتجاه عقارب الساعه ولا ضد عقارب الساعه، فممكن يديك الزوايا كده مش محدد مع ولا ضد عقارب الساعه. فيفضل انت تشتغل بالمنطق ده يعني زي ما انت حابب يعني. خلاص بقى تعالى تعود مباشر بقى، يطلع لي الزاويه عندي كام؟ يبقى الانحراف بتاع سي دي كام؟ 255 درجه. طب هو كان عاوز بقى ده الانحراف سي دي زوايا ده فورورد، هو مطلوب من الباك ده المطلوب يا شباب، ده المطلوب اللي احنا عايزين نحسبه ده الباب. طب ما عندي بقى المعلوم مين الفرق جبته اهو، يبقى سهل بقى اشوف اطرحه ولا ازود عليه. ده قال الباب، قال الفرق ان هو ده اكبر 180، طب هو اكبر 180 هنقصه، يبقى اطرح منه كام؟ 180. يطلع معايا في النهايه يا شباب الفاينل كام؟ 75 درجه. وبالفعل اكد عندي الاجابه يا شباب هي، تبقى احنا يا شباب حققنا الاجابه. لو كملت طبعا الاجابه أو في الايه في الامتحان مديها لك طبعا، او انت بتشيك عليها معايا. طب انت برضه زي ما قلنا بقى نعمل الازي تشيك ازاي؟ هعمل براجع برضه. يبقى اصبح الازمنس ده معلوم الدي سي، هيبقى هنا ازاي بقى فورورد بقى كام؟ 75. هفضل بقى تشتغل فورورد فورورد فورورد، وتيجي في النهايه فين بقى؟ عند اللي هو بقى انت هتقدر تجيب مين؟ الاي بي كباك. لازم يطلع لك كام؟ لو طلع 240 زي رأس المسألة يبقى أنت الحل بتاعك صح،
اللي هو 75 درجة جبتها دي. فدي برضه يا شباب حاول تحلها مع نفسك از تشيك. تمام يا شباب، تعالوا بقى هنا برضه بقى ايه، عشان برضه كان في بعض الزملاء حبايبنا في العراق وفي كل الدول كان طلب برضه ان احنا ايه نحاول نديله امثله وهو او تمرين هو يحلها. فانا بقى هنا معايا تمرينين اهو يا شباب، ومديك الاجابه بتاعتهم بقى، فانت بقى حاول تحلهم. وادي الاجابه بتاعت ايه اول تمرين، وادي التمرين التاني، وادي برضه اجابته معاك يا شباب. فانت بقى حاول تعمل بوز للفيديو وتحاول تاخد التمرين وترسمه وتحله، ومعاك الاجابه بتاعته اهي يعني. ولو في عندك بقى اي كومنت بقى يا ريت تبعته لي في الكومنتات. وكده يا شباب وصلنا بقى ل 20 دقيقه معانا اهوت، وطبعا اتمنى يكون استفدت من الفيديو. والى بقى ان شاء الله نلتقي بكم بقى في المحاضره القادمه بامر الله. دمتم شباب في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.